تصرع ادخليها قبل ما تجي خالتك وتفضحنا هنا. لا تخافين، ما هي بفي نايمة عند اختها. يلي حسن، الحين صار لتس عندي 10300 ريال. طب اسمعي يا جل، خليها عندك، انا ما اقدر اخذها عندي، اخاف يشوفها ناصر ويدري ان انا قاعدة اخذ منه وسوي لي سالفة. اي خسة، هذا حقت. اجل بتعيشين عندها المدمن ببلاش وتتحملين غثاه، خصوصا ان عندهم دراهم زايدة وارثينها. بس حتى ولو يا اختي، انا ما استأذنت منه اني اخذهم. وانتي على بالك اذا استأذنتي منه بيعطيتس هالمبالغ؟ الا خذي منه واحفظي حقك، لان هالنوع ما ينومن. وش ما ينومن فيه؟ هالنوع ممكن يطلقك ويطردس في اي وقت. الله يكفينا شره بس.